ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي نساتي سادتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نلتقي مع حضراتكم في الجولة العاشرة والتي تأتي بعد التوقف في الفترة الماضية في اللقاء الذي يجمع هذين المدربين سانتو بيشا موسكا بالتأكيد في قمة الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي، حيث يستضيف التعاون مفاجأة بطولة دوري روشن السعودي السارة للجميع فريق الاتحاد والنمور الجريحة القادمة بكل تأكيد من تعثر في الديربي الكبير هناك في جدة في مباراة ستكون بقيادة هذا الحكم كاباكو حكما للساحة. يا سلام يا مدران لو عدت وصلت إلى بارو، تصويبة يا ربا مستحيلة يا موسى من مسافة، تهديد أول في الدقيقة 99 هنا كان موسى ولم يكن إلى استغلال أكبر، إلى تصويب أكبر، إلى خطورة أكبر، ولكن الكرة بالطول يتقدم حمد الله، يتقدم في المباراة المفضلة لكنه يتأخر. الراية راحت إلى كانتيلان العرضية يا رب مستحيل، كريم بنزيما روما دربك إنها لا تريد أن تدخل، يا للكرة يا بنزيما يا للعرضية يا كانتي. الاتحاد أعظم هداف في تاريخ الملكي والكرة تصل الآن كريم بيرسل لك كرة مستحيلة يا كورنادو، الرقم 10 في الجولة تتعدد إلى كورنادو، هذه مستحيلة يا كريم، سعادة الشعب مسؤولية الحكومة يا كريم، يا الله على هدف أول، أنت كريم والاتحاد يستاهل، أنت كريم والاتحاد يستاهل، 1-0 من العرضية هدف، يا للعرضية يا كورنادو يا للعرضية. لم يترجم، الآن ماذا يريد؟ الآن بيدرو، أوهو كاد الرد أن يأتي يا بيدرو، الرقم 30 هنا البرازيلي صاحب 30 سنة. ديما راح نتكلم عن المواجهات لكن شوف العرضية، الله إن لم يسجل مهاجموه قام دفاعهم بالمهمة، إنه يسجل دفاعهم وهجومهم في عمل واحد، رأس براس الذئاب تعود، يا للعرضية يا للعرضية يا مدران، يا للرأسية يا للرأسية، شوف هذه الرأسية، شوف اللقطة هل كانت من رومارينيو واحتفلت أنت بها يا جيروتو، شوف التعاون شوف الارتقاء شوف اللقطة، لا والله كانت من كريم يا بنزيما يا بنزيما يا بنزيما يا بنزيما. في المهدوي بيرسل لك كرة في الجهة اليمنى عرضية وصلت أخرى في التمرير، الله 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 عرضية يا كانتي، استلم عبد الرزاق حظاً حافظ ولكنه استخدم يده، شوف يقول عبد الرزاق ويحتاج على القرار اللي فيه خطأ، شوف عبد الرزاق حمد الله يمسك بالكرة الآن وماذا يقول الحكم؟ ديمتري 2009 مع كالديرون هنا الرأسية، نتذكر كان مدران ضعيفة يا مدران، هل تكتفي بالصناعات فقط؟ عليك أن تسجل، لاعب الوسط الحديث الآن ما إلى كريم، شوف الكلام الكبير من الصناعة يا روما مستحيلة يا روما، يا للكرة يا للسحر يا أخي، الكرة تقول لك سجل لي يا روما، يا كريم تعبتني يا كريم، يا لللمسات ولا كورنادو، عرضية عالية لكن سهلة، السقوط الآن شوف اللقطة، الأمور كانت سهلة لكن من الذي اصطدم بحارس المرمى وفقد توازن جو بيدرو زعلان، شوف اللقطة هنا وشوف الأربع دقائق الماضي أيضا موسم لقب الدوري موسى بارو، الله أجمل أهداف الجولة ضاع في هذه اللقطة يا بارو يا بارو، الله
يا موسى شوف اللقطة. التعاون المحاولة بتتهيأ والكرة إلى موسى بارو. لا موسى بارو ناويه. التعاون يقترب يا كاسترو. كاسترو يفتح مساحة يصوب. الله 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 يا كاسترو من أقل زاوية من أصعب مكان أنه يحرك المدرج بعد أن حرك الشباك من الخارج. يا كاسترو شوف القذيفة. يا الله يا كروهي لفها عادي لفها عادي لف النوايا واضحة. شوف الكرة الخلفية. الكرة بتتحول الآن من جديد إلى حارس المرمى. شوف اللقطة أكيد مدافع. كريم خذ مكان. كريم خذ مكان. كريم خذ مكان. والكرة وصلت إلى عبد الملك. بيرسل لك كرة في مكان. يا سلام مستحيل. أحلى الكلام. ضاعت يا تعاون. ضاعت يا سكري. لماذا لم تكتمل يا للعارضة التي تقف أمامك مرتين يا موسى؟ ماذا فعلت مع المرمى هنا والمرمى هناك؟ ماذا فعلت في ملعبك يا موسى؟ لكن الكرة بتتخلص. الكرة بتتحول. وصلت إلى بنزيما. الله بنزيما يا رب. مستحيل يا مايلسون. يا للقطة الأجمل يا كريم. السحبة كلام. الإنهاء. اصطدمت الكرة بعد ذلك. الفرصة والهدية التي ضاعت. لكن الهدية من جديد. الهدية من جديد. الاتحاد لها صاحب الرقم 10 يتقدم الآن. الله 10 على 10 يا كورنادو. صارت مرتدة. صارت مرتدة. صارت مرتدة لكن وصلت بعد ذلك إلى ماذا يقول الحكم؟ يشير إلى استمرار اللعب. شوط ثاني سريع. الكرة مر. موسى بارو تقدم. فتح مساحة. بيرسل الكرة للتعاون ولكن طالت على الجول. ممكن البينية إلى كانتي. ممكن البينية. لمسة يد أم ماذا؟ حكم المباراة يشير إلى استمرار اللعب وسقوط اللاعب فلافيو البرازيلي في اللقطة الماضية. شوف هذه كرة كانتي. شوف هذه المحاولة لإرسال كرة العرضية ما كانت لمسة يد في رأسه في اللقطة الماضية. السلامات وصلت إلى بنزيما إلى كانتي. قوية. مستحيل. يا رب. يا مايلسون. يا مايلسون ما زلت تقف سدا أمام الاتحاد. كاد كانتي أن يفك الرموز. كاد كانتي. عمر هساوي لم تأتي. تصويبة يا رب. كورناتو ولكن مايلسون يتصدى للكرة كانت على الطاير.